مش معاك بابا شيبة. يلا شيك معانا. شيكابالا كان عايز يبقى نجم الجماهير في المنتخب وشتمني وانا بدرب الزمالك. اتكلم حسن شحاتة عن شيكابالا خلال فترة تدريبه لمنتخب مصر والنادي الزمالك وعلاقته بشيكابالا اللي كانت دايما متوترة، ورد على تساؤلات قلة مشاركاته مع المنتخب رغم انه كان من اهم نجوم الدوري المصري وقتها. وقال حسن شحاتة ان ثبات واستقرار القوام الاساسي لمنتخب مصر كان سبب رئيسي من أسباب قلة مشاركة شيكابالا في فترة تدريبي، وإنه ما كانش ينفع يجي على حد علشان يلعب شيكابالا والمنتخب كان كويس وبيكسب. وقال إن شيكابالا كان دايماً يحب يكون النجم المفضل والأول، وده حقه، بس ما كانش هيتناسب مع المنتخب ومع خطتي اللي كانت بتعتمد على المجموعة مش الفرد الواحد. وعن خناقتهم الشهيرة وقت تدريبه للزمالك قال حسن شحاتة إن المشكلة حصلت في ماتش الزمالك والمغرب الفارسي في دوري أبطال أفريقيا في 2012، والماتش ده كان على ملعبنا وكنا كسبانين، فقررت أطلع شيكابالا من الملعب علشان أنزل لاعب تاني. اتفاجئت بيه وهو خارج بيعترض واللعيبة بتمسكه وشتمني، وحصل بينا مشكلة كبيرة ومشادة كلامية.